في إطار النشاط المكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ينظم أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 16 من يونيو القادم بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى، حيث يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ الذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي.